مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم. تغطية المغاربية مستمرة، واليوم تتابعون أول حصة في هذا اليوم. والبداية من عناوين الصحف. في صحيفة الخبر نطالع: السلطة تحاول إرضاء الحراك، إعفاء الولاة من أي دور في الانتخابات، وجيوب الجزائريين تستهدف من جديد. دعاة المرحلة الانتقالية يريدون تقاسم السلطة مع الجيش. هذا طبعا الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد في تصريح للخبر. الإفراج عن رزنامة العتل المدرسية. الطلبة يصرون على مطلب التغيير الجذري للنظام السابق. تدفق المياه القذرة بطريق الملعب يثير سخط المواطنين. في صحيفة البلاد نطالع: ضمانات لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. نواب الغرفة السفلى يناقشون اليوم تعديلات هيئة الوساطة والحوار. مجلة الجيش تؤكد ولى عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء. وزغماتي يقول لن تكون للإدارة أي صلاحية في المجال الانتخابي. وتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة خلال الموسم الدراسي الجاري. مستوردون ومنتجون يحتكرون سوق الدواء في الجزائر. في صحيفة ليبرتي: تعبئة واسعة ضد الانتخابات. في صحيفة الوطن وعلى صدر صفحتها الأولى: 29 الثلاثاء 29 الثلاثاء 29 تعبئة للطلبة، الحراك واجب وطني. ولمناقشة هذه العناوين التي طلعتنا بها الصحف، سنتحدث للصحفي محمد مغنين من الجزائر العاصمة، ولكن قبل ذلك نذهب لهذا الفصل. في انتظار أن نتمكن من التواصل مع الصحفي محمد مغنين من الجزائر، نقرأ مقالة للرأي في خانة أو في عمود نقطة نظام للصحفي سعد بوعقبة بعنوان: السلطة وموسم البحث عن كبش فداء.
يقول سعد بو عقبة: من المحزن فعلا أن تفهم السلطة القائمة أن مطالب ثورة الشعب بالملايين يمكن أن تختصر في تغيير فيزيبل مثل بدوي أو حتى بن صالح، وتعتبر ذلك استجابة لمطالب ثورة الشعب. بوتفليقة نفسه لم يصلح كفيزيبل لإسكات الشعب، فما بالك بين بن صالح أو بدوي أو غيرهما من رموز النظام. الشعب يريد تغيير النظام من جذوره حتى لا يعيد إنتاج مثل بوتفليقة أو أي أحد من أعضاء العصابة التي عاثت فسادا في البلاد طوال 20 سنة الأخيرة. على الأقل لا يمكن للشعب الجزائري الثائر أن يغفر لبوتفليقة أنه مكن لأمثال بن صالح وبدوي من أن يصلوا إلى الرئاسة ورئاسة الحكومة وهم بهذا الهزال السياسي. يقول سعد بو عقبة: شيء مضحك أن يطلب رئيس الدولة من أجهزة الأمن أن تزوده بالتقارير عن موقف الشعب من الرئاسيات القادمة، وكأن رئيس الدولة لا يرى كما يجب الملايين في الشارع تصيح كل جمعة لا للانتخابات: هل ما زالت السلطة تعتمد على إدارة البلاد سياسيا بالأجهزة الأمنية وحدها كما هو الحال منذ عقود، أم أن هذه القضية لها علاقة بالبحث عن مخرج للسلطة من الورطة التي وضعت نفسها فيها؟ ولجنة بن يونس قد انتهت إلى الصفر كما كان متوقعا لها، ولم تستطع أن تخلق حركية سياسية قابلة لأن تساعد السلطة على البحث عن البديل السياسي الذي تدخل به الانتخابات لضمان تجديد النظام لنفسه. ويستطرد سعد قائلا: الآن يريدون تحويل بدوي إلى فيزيبل يمكن به تحقيق ما عجزوا عنه الآن، لكن بدوي كان من الممكن أن يكون فيزيبل مقبولا شعبيا لو تم هذا قبل 6 أشهر، لكن الآن حتى بن صالح وغيره لم يعد فيزيبل مقبولا شعبيا، فالمطالب واضحة ولا تحتاج إلى التسويف. مقال لسعد الصحفي سعد بو عقبة في عموده نقطة نظام صحيفة الخبر عدد أمس. وينضم إلينا الصحفي محمد مغنين من الجزائر. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك، شكرا على تلبية الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم، تحية لكم خالصة ولجميع المشاهدين. طيب لو ممكن نبدأ من حيث انتهينا في مقالة الرأي لسعد بو عقبة ونقول: هل تتفق مع موقف سعد بو عقبة وأن فيزيبل بدوي أو بن صالح لم يعد يعمل؟ طبعا أنا أعتقد أنه الآن نحن وبما أنهم يريدون الذهاب يعني الذهاب هكذا وبهذه الطريقة نحو الانتخابات الرئاسية، الذهاب نحو انتخابات رئاسية يعني لم يبقى من الوقت إلى 3 أشهر، يعني في هذه 3 أشهر بإمكانهم أن يضحوا ببدوي بن صالح. لا أعتقد أنهم سوف ينسون بن صالح، لأنه بن صالح هو من سيسلم رئاسة الجمهورية للرئيس الذي سوف بين قوسين ينتخب، ولكن أعتقد أنه بدوي نعم، أنا أعتقد أنه بدوي يلحق إلى نهاية المهمة اللي كان على رأسها وهي مسايرة الخراج إلى غاية استنزافه إلى غاية تقسيمه يعني، وهذا ما 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 ما, ما عملت من أجله السلطة يعني منذ عدة أشهر، وإن حاولت عبر جميع الوسائل الإعلامية وعبر جميع الفضائيات العمومية والخاصة على إيصال رسالة أنه الآن من بقوا في الخراج هم للأسف الشديد القبائل، وكأن القبائل هؤلاء ليسوا جزائريين، ومن بقي الآن في الحراك هم أناس يبحثون عن الفوضى. يعني هذه يعني بعد 6 أشهر حراك، بعد ما الحراك هذا أسقط بوتفليقة وأسقط التأجيل، أسقط التمديد، أسقط انتخابات 4 جويلية، عملوا وعبر حكومة بدوي إلى غاية اليوم، وإن الآن يراوجون إلى أنه كل من يريد أو كل من ما زال متواجدا الآن في الحراك يعمل على بث الفوضى. أعتقد أن اليوم هم سوف يضحون بحكومة بدوي
للذهاب مباشرة نحو انتخابات رئاسية، وهكذا يعني مثل ما أراده قائد أو مثل ما أراده من يملك اليوم أو من يتحكم بزمام السلطة في الجزائر أن تكون انتخابات في 2019 أو على الأقل في ديسمبر 2019. ولكن كان محمد اسمح لي، محمد اسمح لي، كان معنا البارح الأستاذ أبو جمعة غشير وقال أن قالت بدوي حكومة بدوي غير دستورية أصلا، وهذا الناس يعني دائما يقولوا إحنا نحترم الدستور ونمشوا ونبحث عن الحل في الإطار الدستوري، كيف يمكن ذلك؟ اسمحي لي، من انا اتمنى ان لا اخوض في الامور القانونيه، لانه اصلا انا صحفي ولست قانوني، اذا لا استطيع ان اتكلم عن الامور القانونيه او الامور الدستوريه، ولكن يعني حسب ما سمعت من عند خبراء دستوريين يقولوا لما يستقيل، لما تستقيل الحكومه هذا حق دستوري، ولكن عند اقاله الحكومه هنا الامور سوف تكون غير دستوريه. ولكن يعني انا اعتقد انه اهم ما يجب ان نتكلم فيه هم الان يتكلمون عن هذه السلطه الوطنية التي ذهبوا بالسرعة القصوى إلى تنصيبها، وذهبوا بالسرعة القصوى إلى 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 المصادقة على قوانين الانتخاب أو على قوانين التي أتى بها كريم يونس ولجنته، ويقولون أنه الآن سوف تكون هناك سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات. يعني تنظيم الانتخابات أو تزويع الانتخابات لا يتم فقط يعني نتائج الانتخابات لا يحددها محض الفائز أو قيادة دجنة. لما نتكلم عن انتخابات يعني لو كانوا يملكون حق النية حسنة في تنظيم أو في عدم تزويع الانتخابات، هنا كاين عدة أسئلة. يعني ماذا عن تكافؤ الفرص في المجال الإعلامي لما تغلق القنوات الإعلامية في وجه جميع من يملكون آراء مخالفة؟ صحيح. يعني هنا في حد ذاته يبتدئ التزويع. كيف لمن يتحكم في 5 فضائيات عمومية و60 إذاعة محلية ووطنية ودولية وأكثر من 10 جرائد ورقية بمواقعها الإلكترونية، يتحكم في خطهم الافتتاحي، يتحكم في ماذا يكتبون، ويقوم طبعا باستعمال مقص الإجهاض في حالة الخروج عن الطاعة، عن بيت الطاعة. يعني هنا في حد ذاته يبتدئ تزوير الانتخابات. كيف لمن فتح خط مباشر مع ملاك القنوات ليوجههم كما يشاء؟ هنا دخلنا في منطقة تزوير الانتخابات. كيف لمن يحتكر حق منح رخص تنظيم تجمعات سياسية للأحزاب السياسية التي لا تملك نفس التوجه ولا تملك نفس رؤية بحجة أو بغير حجة؟ هنا دخلنا في منطقة تزوير الانتخابات. هنا يكمن الإشكال تاع لجنة كريم يونس التي تكلمت عن كل هذا قبل، يعني قبل انطلاقها، اللي كانت متمثلة في إجراءات التهدئة التي لم تحترم من طرف السلطة، التي لم تحترم خاصة بعد ما أبدأ موافقته آنذاك عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الجزائرية في أنه سوف تكون إجراءات التهدئة، ليلحقها بعد ذلك خطاب من قيادة الأركان تقول لا مفاوضات ولا إملاءات ولا نريد أي إملاءات. يعني هنا ما زلنا في منطقة، لما تخرج في الجريدة في مجلة الجيش يقولوا باللي خلاص ولا عهد صناعة الرؤساء، لكن أنا لما نشوف هذه المعاملات ولما نشوف هذه الممارسات ضيقة، يعني تنفي هذه التصريحات التي لم تتغير منذ 1962. أنا نقول باللي كاين التزوير بدأ لما يخلق حق مبدأ تكافؤ الفرص الإعلامية. من لا يملك نفس التوجه او نفس وجهه النظر لهذه السلطه الحاليه التي تحتكر زمام الامور في الجزائر، هنا اتكلم عن تزوير الانتخابات. انا ما نستناش نروح الى محضر الفرز او تقرير اللجنه، يعني تقدر تكون اللجنه عاديه، ولكن لما انا نكون ما عنديش نفس الفرص الى الان من يطبلون الى 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 الى, إلى, إلى وجهه الى يعني. وانا نزيد نقولها لك يعني حتى نبسط الامور، لما يكون اعاز مؤسسة الجيش على المرشح المنتخب، من يطبلون الآن لقرارات قائد الأركان سوف يطبلون لمرشح الجيش ومرشح السلطة. يعني الأمور هي باينة، بما أنه لما يكون إعادة المؤسسة الإعلامية الآن التي أغلقت جميع نوافذ وجميع بوابات الإعلام على الآراء المغايرة والآراء المخالفة سوف تفتحها بعدما يكون هناك الإعاز الذي سوف يحدد مرشح السلطة. وهنا يكمن الإشكال. إذا لما نتكلم عن تزوير الانتخابات، التزوير ابتدأ الآن
بعدما كان هناك القمع. حتى نذهب إلى انتخابات حقيقية يجب أن يعفى عن الحفاظ عن جميع قنوات الإعلام، عن جميع الساحات وعن جميع القاعات، ويكون هناك مبدأ تكافؤ الفرص. هنا معليش لو كان وصلنا لهذه النتيجة ياخذ راحته يخلي الحكومة البدوية هي تنظم الانتخابات. طيب أستاذ محمد، في هذا الجو يعني نظرا يعني بالنظر لهذه المعطيات، كيف تتوقع سلطة الأمر الواقع انه العمليه الانتخابيه اللي وصفتها بها انها ستمضي كحب من احب وكره من كره، والجيش عهده تعيين الرؤساء، ولا هو وهي في ظل هذا المعطيات اللي حكيت عليها، كيف يمكن الشعب يوثق فيها ويصلي على النبي ويلعن الشيطان ويمشي يروح للانتخابات ويقول خلاص دان راهم الامور تتحلحل وتمشي نحو الانفراج؟ كيف يتوقع الجيش انه تتحل الازمه بهذا الشكل؟ لما نسمع خطاب احب شوف الى الانتخابات احب من احب وكايه من كايه، هذا اول مبدا يتنافى مع الديمقراطيه. هذا انا اعتبره خطاب استبدادي. أنا أعتبر هذا الخطاب هو خطاب استبدادي، وكأننا لم يتغير شيء، يعني وكأن يعني قبل 22 وبعد 22 لم يتغير شيء، مثل ما أرادوا أن يفرضوا علينا في بداية الأمر لولا نزول 22 مليون جزائري ليفسد خطة النظام في التمديد أو خطة النظام في فرض بوتفليقة لمدة 5 سنوات. نحن ما زلنا في نفس المنطق، نحن ما زلنا في نفس المنطقة، ربما هم تفوقوا في تفريق المتظاهرين الجزائريين بحسابات يعني ايديولوجية وفكرية ضيقة جدا، ولكن اعتقد انه الميدان هو الفيصل. اليوم نحن امام محورين مهمين، المحور الاول هم يريدون فرض الانتخابات، المحور الثاني الشارع لا يريد ان تتم انتخابات. الشارع ليس ضد الانتخابات، حتى نحدد، الشارع ضد تنظيم الانتخابات بنفس الطريقة وبنفس الآليات وبنفس الميكانيزمات وبنفس الممارسات السابقة. ولكنني أعتقد أنه خطاب أحب من أحب وكايها من كايها واتقوا الله في أنفسكم ونروح، أنا أعتقد أنه هذا خطاب شعبوي، خطاب استبدادي، خطاب تهديدي. ممكن أستاذ محمد، في البيان هذا تاع وزارة الجيش أيضا قال لمح لبعض القنوات، قال أنها مشبوهة وتتحامل على المؤسسة مواقف، وقال بعض الأقلام المأجورة وتتحامل على المؤسسة. يعني هو في سياق ما كنت تقوله، يعني يدخل في لما تهدد قناة أو لما تهدد قلم صحفي أنت تهدد في حرية التعبير والحقوق حق الناس في المعلومة. كيف يمكن أن يجد القيد صالح مخرجا مع هذا، مع جيل مثل جيل الطلبة اللي يخرج كل ثلاثاء هذا؟ كيف ألا تعتقد أنه ممكن، وهو يعتقد وهو يظن أنه يحل في الأزمة، هو يأزم فيها أكثر ما هي متأزمة؟ طبعا هو الان يعتمد، يعني نحاول نرجع الى قضيه الاقلام المعجوره والقنوات المشبوهه او القنوات، وهو اعتقد انه يتكلم هنا عن قناه المغاربيه، لانه جميع القنوات الجزائريه الان انصاعت وطبقت اوامر حتى ولو لم تكن مقتنعه بما يحصل، طبقت الخط الافتتاحي الى السلطه او الخط الافتتاحي الذي تحتكره السلطه الحاليه. اعتقد انه لما يتكلموا عن الاقلام المعجوره، نفس الاقلام التي ما زالت تنتقد الوضع الراهن او الوضع الحالي الجزائر، هي نفس الأقلام التي كانت تنتقد نظام بوتفليقة، نفس الشخصيات الذين كانوا يرفضون نظام بوتفليقة على مدار على الأقل 10 سنوات. يعني لما أصبح الحكم البوتفليقي حكم غير شرعي بعدما اغتصب الدستور وذهب إلى العهدة الثالثة قبل العهدة الرابعة، يعني هي نفس الأشخاص، نفس الصحفيين، نفس الأقلام، ونقدر نعطي أسماء، وزير المالة سيد العرضي، عبد الغني بادي المحامي، عبد الغني بادي المحامي مصطفى بوشاشي، يعني نفس الأقلام هي اللي كان ضد اغتصاب الدستور في العهد الثالث، الآن هي ضد ما يحصل حاليا في الجزائر، لأنهم فهموا اللعبة وفهموا أن السلطة الآن تريد أن تغير جلد النظام، تريد أن تبقي كل شيء على ما كان عليه سابقا، ولا يعني وتقوم بتغيير أسماء، تقوم بتغيير واجهات لا أكثر ولا أقل. لما يتكلمون عن الأقلام المشبوهة، القنوات التي كانت تطبل لبوتفليقة لن تطبل لما يحصل الآن في الجزائر. يعني لم يتغير شيء، نفس الخطاب، نفس التخوينات، ما كان يعني بين خطاب المغاير بهم
لما كان ضد كل من كانوا في الشائع. نعم. وخطاب الأقلام المأجورة والقنوات المشبوهة لم يتغير شيء، ربما سقطت بعض الأسماء، ربما تعتبر أسماء ثقيلة، ولكن يعني لو نرجعوا للتاريخ من 62 إلى غاية اليوم، النظام ضحى بأسماء أثقل من الأسماء التي سقطت حاليا. لما نروح نشوفوا اغتيال قصدي مباح آنذاك اللي ما كانش ربما ماشي مع خط جنرالات الدم النزار اللي داروا دوك على بعضهم، عابد بن خير وخالد نزار، ضحوا بقاضي مباح وضحوا بشخصيات اهم ربما حتى من شخصيته يحيى السلام. يعني هي للتاريخ وللحقيقه الانسان لازم يقول هذه الحقائق. طيب استاذ محمد مغنين، اليوم نواب الغرفه السفلى يناقشون تعديلات هيئه الوساطه والحوار، هل دخلنا في المسرحيات الانتخابات، ودخلنا في سلطه الامر الواقع، حب من احب وكره من كره؟ نعم، نحن في هذا، نحن في سلطة الأمر الواقع، أحب من أحب وكره من كره، هم سوف يذهبون إلى الانتخابات، والآن الحل بيد الشائع، والشائع هو الوحيد الذي يمكنه إسقاط هذه الانتخابات. نعم نحن اليوم دخلنا، وانا على بالك اريد ان احدد، لانه الصفه الوطنيه لمراقبه الانتخابات او على الاقل من يقفون على راسها هم اشخاص صدقيني اعتبرهم ربما طيبون، بغض النظر عن بعض الانتهازيين الذين ذهبوا واخترقوا الصفه الوطنيه لمراقبه الانتخابات، ولكنهم ربما يؤمنون انهم لو قاموا بتاسيس يعني هيئه بها اشخاص وبها افراد يعني انضاص، سوف يقومون بمراقبه العمليه الانتخابيه. ولكني اعتقد انه كما قلت في بدايه التدخل، الحقيقه تاع تزوير الانتخابات تبدا قبل حتى العمليه الانتخابيه، وتبدا حتى قبل عمليه استدعاء الهيئه الناخبه، لما يكون هناك خوض تام لجميع نوافذ التواصل مع المواطنين لابداء او على الاقل لاعطاء راي مغاير لراي السلطه. يعني هو يخليك يرفض رايك، يرفض يسمع رايك، حتما سوف يفرض عليك بنفس الطريقه الرئيس الذي سوف يختارونه هم، حتى ولو لم يكن هناك تزوير في الانتخابات. الاليات يجب ان تتغير قبل حتى استدعاء الهيئه الناخبه، وهنا نعود الى شروط التهدئه، شروط التهدئه التي تكلمت عليهم قبل هذا هيئه كريم يونس، ولم تحترم من طرف قياده، من طرف من يحوزون اليوم على السلطه في هذا الوطن. طيب استاذ محمد، كيف يمكن ان يقول احدهم، يعني كيف يمكن السلطه ان تحكي عن ضمان نزاهه الانتخابات وبدوي زعيم مهندس التزوير في 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 الحكومه، ويعني نفس الوجوه النظام، والنظام لا يسقط، الار ان دي وهو الار ان دي والافلان والاحزاب الموالاه هي التي ستصادق على برنامج على قانون الانتخابات اليوم. كيف يمكن للسلطه ان تعد او تتشدق بنزاهه الانتخابات؟ من سيشرف على الانتخابات؟ الانتخابات في الجزائر سوف تشرف عليها كما يقولون السلطه الوطنيه لتنظيم ومراقبه الانتخابات. ومن اين جاءت هذه استاذ محمد؟ يعني الدربال رئيس اللجنه السابقه تاع بوتفليقه اللي كان راح ينظموا انتخابات العهده الخامسه، كان يحلف على المصحف انه احنا مستقلين. من يصدق هؤلاء الآن أن هذه اللجنة نزيهة والانتخابات ستكون نزيهة؟ نعم، هو الفرق بين حتى يعني ان نوضح بعض الامور، الفرق بين الهيئه التي سوف يختارها كريم يونس وهيئه دربال، انه هيئه دربال كانت تقوم بمراقبه الانتخابات، ولكن الاداره ووزاره الداخليه هي من كانت تنظم الانتخابات. هيئه كريم يونس سوف تنظم الانتخابات، والاداره سوف تضع يعني تحت تصرفها الامكانيات اللوجستيه الماديه، يعني لا لوجستيك هي الاداره هي التي سوف تضعها تحت تصرف الهيئه. ولكن السؤال المطروح، نعم، انه الهيئه التي ستنظم الانتخابات
لو تم استدعاء الهيئه الناخبه في 15 سبتمبر يعني بعد 3 شهور سوف ننتخب رئيس جمهوريه. هذه الهيئه التي ستراقب 48 ولايه الاف البلديات والاف ومئات الدوائر في الجزائر، هل بامكانها ان تتشكل بطريقه موضوعيه وبطريقه منطقيه وبطريقه يعني قويه حتى يتسنى لها مواجهه التزوير، خاصه انه الجميع يعلم الدور الاساسي الذي يلعبه حزبي الافلان والاي ان دي في تزوير الانتخابات، يعني التزوير معنوي اكثر من انه مادي، يعني لما يقومون بشراء الاصوات وشراء الذمم لما يقومون يعني بالممارسات يعلمها الجميع، ممارسات الافلان والاي ان دي يعلمها الجميع، ولما يكون هناك ولما الإعاز مرشح الجيش سوف تتحرك هاتان الآلتين للتزوير المعنوي للانتخابات. الإشكال المطروح الآن أن الوقت أو الزمن الذي كلف به كريم يونس لتشكيل هيئة وطنية لمراقبة الانتخابات، انتخابات سوف ربما تستدعى الهيئة الناخبة يوم الأحد 15 سبتمبر، لا يكفي تماما لتشكيل هيئه حقيقيه يكون بامكانها مراقبه هذه الانتخابات، يعني في نهايه المطاف او في 15 ديسمبر سوف يكون لنا رئيس منتخب بهيئه وطنيه مستقله لمراقبه الانتخابات، ولكن في الحقيقه اعتقد انه نفس الاليات ونفس الميكانيزمات سوف تتحكم في اختيار هذا الرئيس. اوكي، سؤال اخر استاذ محمد. سؤال اخير، هل تتوقع ان يقبل الحراك بهذا السيناريو؟ والله الحراك من في الشارع رافضون، ولكن الشارع ليس مثل البداية، يعني هي حقيقة تقال الآن الشارع منقسم، هناك ربما من ليسوا هم موافقون على هذا السيناريو او لا يوافقون على هذا السيناريو، ولكنهم ربما لانه كان في يعني هناك كان في امور كثيره قيلت يعني على مدى هذه 6 اشهر انه بامكانه تنزل تروح الامور للعنف، وانه لو نواصل على هذا المنوال سوف نعود للارهاب وكذا وكذا، يعني هناك اناس ربما هم رافضون لهذه الفكره ولكنهم خوفا على الامن الذي يعني، والجميع يعلم التجربه التي عاشتها الجزائر في 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 التسعينات، هم يخافون من إعادة تكرار السيناريو، ربما منهم الآن متواجدون بالشارع هم هذا الشباب الذي لم يعيش تلك السنوات تاع التسعينات، هم هؤلاء الطلبة الذين تعودوا أو على الأقل لم يتعودوا على ممارسات السلطة منذ 62، طلبة مواقع التواصل الاجتماعي، طلبة التكنولوجيا، هؤلاء ربما سيصنعون الفارق. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد مغنين الصحفي، حدثتنا من الجزائر. نتوجه إلى فصل سنشاهد فيه رصد القناة الرسمية، القناة المملوكة للدولة، قناة القطاع العام، رصدها وتعبئتها للانتخابات الرئاسية، أحب من أحب وكره من كره. على بالك بلي رانا فايت سيمو رانا بلا رئيس، البلاد راهي في خاطر، اللي قلنا رئيس يضرب علينا ويدافع علينا ويجيب حقوق البلاد. ماذا بينا يجينا واحد ننتخبوا عليه ان شاء الله ويكون في المستوى. في بلادنا انا باغي رئيس يكون نابيه والقايد هذا القايد صالح هذا اللي راه داير هذه الحمد لله ولا لا خرج فيهم كاع وربي يصلح ان شاء الله. بينا ان شاء الله يا ربي ياك يجيب لنا رئيس اللي في خوف من الله ويخم في ذوك الشهداء اللي ماتوا على هذه البلاد، يخموا فيهم شويه اللي جابوا هذه البلاد زعما باش يحروها باش نعيشوا حنا اون توت ليبرتي ونعيشوا كاع في الصوالح اللي انا باغي الشعب. نتمنى انه يكون عندنا رئيس ونتمنى انهم يديروا انتخابات. وانا ظنيت اللي ضد الانتخابات عنده حاجه ما نعرف، حنا الانتخابات ماذا بينا ني حاجه منيحه بالبيان خلاص للشعب. نديروها انتخابات نزيهه وشريفه في اقرب وقت ان شاء الله، واخويا والصندوق اللي يفري فيها. انتخابات لازم تكون في اقرب وقت، خصوصا البلاد احنا نشوفوا فيها قاعده غير تنهار اقتصاديا، يعني حتى مشاكل حتى في المجالس البلديه، لازم يكون رئيس
ان شاء الله يكون تكون انتخابات عن قريب. تمين الموقف موقف المؤسسة العسكرية. نحن بحاجة إلى رئيس منتخب يمثل كل فئات الشعب الجزائري. نحن بحاجة إلى الاستقرار. نحن بحاجة إلى إعمال العقل من أجل المحافظة على هذا الوطن. هي إكبار وإجلال للجيش الشعبي الوطني فعلا، ورافق هذا الحراك السلمي، وهو الذي رافق كل هذه الإنجازات التي عرفتها الجزائر، وهو الذي يشد بأيدينا جميعا للمرور إلى بر الأمال. فتحية إكبار للجيش الوطني الشعبي. شحال يزينا نقعدوا هكا، لازم لنا انتخابات، بصح انتخابات تكون في محلها وتكون رئيس في محله. قالك الخير عجلة، دائما يقولك الخير عجلة والشر مهلة. ماذا بينا احنا الانتخابات تكون في أقرب وقت باش أموال كن نعرفوا روحنا وين رحنا. إذن كانت هذه استطلاعات الرأي قام بها التلفزيون الجزائري، طبعا في مواطنين يحكوا بنيتهم. طبعا كلام صواب أنه الناس تحب تروح للانتخابات وتحب رئيس مليح وتحب تقدم البلاد، ولكن ربما الاستعمال هو اللي في جدلي. هذه القنوات يعني لا تغطي الحراك وتغطي أشياء أخرى، حتى يشعر المشاهد أنه في حلقة مفقودة. يعني أنتوا تحكوا على واش، لماذا، ما الذي حصل في الجزائر حتى تحكوا كذا؟ معنا عامر كيف ناشط مدرس وناشط نقابي يحدثنا من بني ورتلان. عامر الزلفلا، صباح الخير. صباح الزلفلا عامر، واش راك؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله، تحية لك ولكل مشاهدي. شكرا لك. شكرا لك عامر. صح، في قناة المغربية. شكرا لك عامر. عامر، مثلا سمعت مثلا أرى مواطنين بسطاء ويحكوا عبروا، ربما مقص الرقابة، لعبوا في التلفزيون، ربما هذه نيتهم. المهم أنت كيف تشوف الأمور، كيف يشوفها الناس بني ورتلان؟ ضمانات لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، ونواب الغرفة يناقشون اليوم تعديلات هيئة الوساطة والحوار، الانتخابات حب من أحب وكره من كره، والعسكر عهد تعيين الرؤساء، ولا والقنوات المشبوهة والأقلام التي تتحمل العسكر ويل لها، وشيء من هذا ومن هذا القبيل. كنت تستمع معنا، كيف تشوف الوضع كله عامر؟ من فضلك تفضل. نعم زلف لوني فزوارا، صباح الخير لكل الشعب الجزائري. إذن ما نشاهد غريب جدا ما يحدث في الجزائر، وكأن الشعب الجزائري في جهة والسلطة الحاكمة في جهة أخرى. إذن هذه تنطبق الرأي العام الجزائري. الشعب الجزائري ولا فرد جزائري ضد الانتخابات. نحن نعم نريد انتخابات، ولكن هذه الانتخابات تكون في جو تسوده الديمقراطية وتسوده الكثير من المؤشرات التي تؤشر إلى أن نحن فعلا نريد الذهاب إلى دولة ديمقراطية. إذن هذه العصابة عصابة إعلام، إذن هناك عصابة أخرى بالإضافة إلى عصابة الفيسبوك وعصابة الإنترنت، هناك عصابة أخرى هي عصابة الإعلام. الإعلام الآن هناك ضغط كبير جدا على الشعب الجزائري من طرف هذه القنوات الخاصة أو العمومية، تغليط مناورات، تغليط الرأي العام من خلال حصص. هذه الحصة التي كانت قبل 22 فبراير، قبل 22 كانت تطبل لعبد العزيز بوتفليقة، الآن تطبل إلى جهة أخرى، إلى القيد صالح. القيد صالح هو الآن نحن في مرحلة مهمة جدا، حساسة جدا من الحراك. إذا هذه القنوات، لماذا هذه القنوات هي غائبة عندما خرج الطلاب يوم الثلاثاء؟ لماذا هذه القنوات غائبة عندما يوم الجمعة الآلاف والملايين من الجزائريين يخرجون إلى الشارع؟ لماذا لا تفتح حصص لاستماع الرأي والرأي الآخر؟ لماذا أسئلة كثيرة جدا لهذه القنوات، هذه القنوات وهذه الأشباه الصحفيين الآن الذين يطبلون إلى القيد صالح. ما حدث البارحة لغلق قناة المغاربية أيضا هو مؤشر آخر للضغط على الشعب الجزائري لكي يمنع الشعب الجزائري من الاستماع إلى أصوات الديمقراطية. إذا ما حدث البارحة عندما قاموا بغلق، لم نستطع مشاهدة قناة المغاربية لكي نذهب إلى قنواتهم، اسمح لي أخت لاستعمال هذه الكلمة، قنوات زيغو، أنا أقولها قنوات زيغو من النهار والشروق، وهذه القنوات التي تدعي بأنها قنوات وهي التي تطبل لهذا الشخص الذي يريد بناء دولة عسكرية، والشعب الجزائري يقول له نريد دولة
مدنية ليست بدولة عسكرية. طيب استاذ عامر، انتم في النضال يعني النقابي والحقوق العمال وضد سياسة النظام كعمال نقابة، انتم يعني في نقابة سنباب يعني كنتوا على مدى ما اذكر انا يعني بداية عملنا مع بعض الإعلام والنقابة منذ التأسيس المغربي في 2011 تناضلوا من أجل الحقوق ومن أجل تغيير هذا النظام. هل انتخابات الرئاسية كما عبر عنها قايد صالح أنها الخروج من الأزمة، هي اللي تخرج الجزائر من الأزمة، هل هذا هو الهدف اللي كنتوا تحوسوا عليه؟ والله أولا العودة إلى 2011 فقط، هناك حقائق. عندما كنا نحن شباب عمال مقر التشغيل اكثر من مليون شاب جزائري خريجي جامعات ومعاهد، كنا نناضل، كنا نقوم بمسيرات في الجزائر في كل الولايات، ولا قناه خاصه او عموميه غطت هذه المظاهرات، فقط قناه المغاربيه، وهي حقيقه ساقول اليوم فقط قناه المغاربيه التي كانت معنا وكانت تستمع الى مطالبنا. الان الشعب الجزائري كله في الشارع ضد هذه الانتخابات. نحن لسنا ضد الشعب الجزائري سي القايد صالح، نحن لسنا ضد الانتخابات كومان بروسيسوس الكتورال ديموكراتيك، نحن لسنا ضد الانتخابات فقط، نحن ضد الانتخابات مع هذه العصابات. الشعب الجزائري يقول، الملايين من الجزائر يقولون نحن ضد الانتخابات مع العصابات، نحن ضد هذه الانتخابات التي هناك مؤشرات كثيره جدا تبين بان هذه الانتخابات ستكون مزوره. الان والمؤشرات، الدليل الاول هو غلق قنوات الحوار في وجه كل الجزائريين، ثانيا سجناء الرأي شباب رافعي لافتات واعلام الهويه الامازيغيه له الان في السجن، ما تعرض اليه البارع ونحن متضامنون مع الاستاذ والمناضل الحقوقي دبوس، ما تعرض البارحه من 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 من, من ضرب بالسلاح الابيض وهو ضرب همجي، هذه مؤشرات. المجاهد الكبير الخضر بورقع، هذا الوجه الكبير جدا في السجن، كلها مؤشرات تدل بان هذه الانتخابات تكون مزوره. اذا انتخابات مزوره، لجنه الحوار، ما يسمى بلجنه الحوار، الشعب الجزائري كله ضد لجنه الحوار، وهذا كذب على الشعب الجزائري، وهذا استهزاء بعقول الجزائريين. هذه اللجنه التي تسمى بلجنه الحوار، كل الشعب الجزائري ضد هذه اللجنه وضد كريم يونس. من يكون كريم يونس؟ هل كريم يونس يعرفه الجزائريين؟ هي ايضا ورقه يستعملها النظام العسكري من اجل تغريد، وهي مناوره اخرى لتغريد الراي الجزائري. إذا كلها مؤشرات تدل بأن الانتخابات ستكون مزورة، والرئيس ما يسمى بالرئيس سيكون في خدمة هذه العصابة. إذا الشعب الجزائري، لم يخرج الشعب الجزائري ضد بوتفليقة كشخص، نعم بوتفليقة هو رمز من رموز الفساد، ولكن ضد هذه المنظومة من 1962. الشعب الجزائري وكل شباب الجزائر لدينا كفاءات سياسية واقتصادية في كل ميادين، الشعب الجزائري له كفاءات، يمكن أن نؤسس إلى دولة قوية جدا، دولة تكون سيادية في إفريقيا ولما في العالم. طيب عامر، هل تعتقد كما يعني هل توافق الصحفي سعد بعقبة لما قال، عبر على تغيير حكومة بدوي كما يروج أو يروج لها أنه فيزيبلا لم تعد مقبولة شعبيا أصلا، يعني ممكن كانت تكون فيزيبلا تعمل في بداية الحراك لكنها الآن فيزيبلا ميتة وترمى. طيب وش رأيك أنت في تعبير الصحفي سعد بعقبة؟ ربما هو ثاني راه أحد الأقلام المأجورة. نعم سعد بعقبة كل يعرفه لنزاهته ومقالته ضد الحكم، ضد هذا المنظومة منذ 1962. إذا والله مصطلح الفيزيبلا هو مصطلح رائع جدا، يعبر عن ما يحدث الآن في الجزائر. هما تغيير، هي أوراق أو فيزيبلات من الناحية الفيزيائية فيزيبلات، ولكن البروسيسوس الميكرو بروسيسوس الذي يتم تغييره هو الذي يريده شعب الجزائر. نحن لا نريد تبديل هذه الفيزيبلة. إذا بدوي وبوتفليقة كل هذه عبارة عن فيزيبلات في نظام، في منظومة فاسدة تسير الجزائر، خطفت هذه البلاد. إذا هو مصطلح يعبر حقيقة عن ما يحدث الآن في الجزائر، هي أوراق وهي فيزيبلات يتلاعب بها هذه المنظومة التي رأسها القايد صالح من أجل المناورة ومن أجل خداع الشعب الجزائري ومن أجل تأسيس
ايضا دولة اخرى، عصابة اخرى. نحن لسنا ضد، قلت لك نحن لسنا ضد بوتفليقة كشخص. شعب الجزائر عندما خرج 22 فبراير خرج من ضد كل هذه المنظومة. اذا ما يحدث الان من تلاعب وما يحدث في البرلمان، اذا التصويت على قانون العضوي للانتخابات في 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 البرلمان، نتكلم عن برلمان، شعب الجزائر يرفض، لا يعترف اصلا بهذا البرلمان، برلمان مزور، برلمان حفافات، برلمان غير معترف به، والان هذا القانون يمر عبر هذه الغرفه. اذا هو مؤشر اخر، المؤشر اخر لانتخابات ستكون مزوره. شعب الجزائر الان ذكي، مرت عليه الكثير من الاحداث السياسيه، لدينا تجربه سياسيه للشعب الجزائري. الشعب الجزائري ليس شعب غبي كما يريدون استغباء هذا الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اذكى من هؤلاء، والشعب الجزائري يقول يسرنا ربعه طبق الماده 7، وهو تعبير ايضا رائع جدا لما يحدث في الجزائر، نريد تطبيق الماده 7 و8. اذا لا يمكن استهتار ويمكن استغباء الشعب الجزائري. اذا منظومات مؤسسات مزورة، برلمان مزور، لجنة مزورة. طيب محمد ماذا تقول؟ يعني القائد صالح يضحي بأحبابه، راهو يضحي بأحبابه، طليبة بهاء الدين طليبة في عنابة يعني ضحى به، وكما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعني حطوا كبش فداء، وكما عبر أيضا سعد بعقبة في مقاله يعني أكباش فداء القائد صالح، راهو منزل أكباش فداء يعني تكفي الجزائر كلها، بها أطلبة وغيره وغيره وغيره، حتى بدو حبيبهم راح يتخلوا عليه، مزور 6 ملايين استمارة للعهد الخامسة وراح يتخلوا عليه. ألا يكفي هذا؟ ألا يكفي؟ ألا يرضي الشعب القايد صالح أو يكب على الشعب الجزائري بالجزائري أو يسترضي فيهم أحبابه كل راهم يتخلص منهم؟ ألا يكفي هذا الشعب حتى يصدق القايد صالح؟ والله لن نصدق الشعب الجزائري، لن يصدق القايد صالح، لن يصدق القائد صالح. قلت له هذه المؤشرات الطليبة، هذا الشعب الجزائري عرفه قبل 22 فبراير، الشعب الجزائري طالب بمحاكمة هؤلاء قبل 22، والشعب الجزائري يعرف بأن طليبة هو أيضا رمز من رموز الفساد ومن المال الفاسد ومن المؤسسات الفاسدة. الشعب الجزائري أذكى من 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 واصله الآن. الشعب الجزائري القائد صالح متأخر ذهنيا وسياسيا واجتماعيا، متأخر عن الشعب الجزائري. الشعب الجزائري أكبر من القائد صالح وأكبر من هؤلاء الجنرالات، ونحن هناك ونحن ايضا فيما يخص المؤسسه العسكريه. شعب الجزائر ليس ضد مؤسساته العسكريه كما الان الذباب الالكتروني يتهجم على الكثير من السياسيين. لا. نحن لسنا ضد مؤسسات شباب جزائريين في الخدمه العسكريه، نحن لسنا ضد هؤلاء، لا هي مؤسسه ايضا جزائريه، نحن ضد هؤلاء الذين يتكلموا باسم هذه المؤسسه وهم الذين وضعوا المؤسسه العسكريه في ورطه والذين يتدخلون في السياسه. الم يقل قبل 22 فبراير القائد صالح لماذا تريدون دخول الجيش في السياسه؟ لماذا هذا التناقض؟ هذا التناقض يدل على المستوى الفكري والسياسي لهذا الرجل. اذا الشعب الجزائري اكبر من القائد صالح، والشعب الجزائري اذكى من هذه القرارات وهذه المناورات رغم كل طيب هذا. توقف هنا شويه عامر، شويه من فضلك بليز توقف هنا، راح نشوف صوره. لما قلت الشعب الجزائري ذكي، مواقع التواصل الاجتماعي يعني تقوم بعمل الاعلام البديل فعلا، والشباب يعملوا مونتاج ويجيبوا صور ويجيبوا ارشيف ويقابلوه للصور الجديده، يعني عمل ابداعي وعمل ويذ فلاغ يعني جورناليستيك تاع الصح، يعني لانه القنوات تسكرت في وجوههم. الفيسبوك راهو ينافس في القنوات التقليديه الجزائريه طبعا. ونشوف مثلا صوره لجلالي عامر، جلالي عامر عضو في لجنة شباب، جابوا الصورة جديدة وجابوا الصورة القديمة تاع العهد الخامسة وتكريم إهداء الكادر للكادر في القاعة البيضاوية، وجابوا صورة جلالي عامر من تكريم الكادر إلى تنظيم انتخابات شفافة. وهذا طبعا الصورة عطفا على كلام عامر أنه الشباب ذكي، وجوجل لا يرحم ويوتيوب لا يرحم، كل شيء أرشيف كله صار يتخبى أوتوماتيكي يعني. والشباب لقوا باللي السيد هذا في لجنة الحوار والسيد هذا كان يكرر في الكادر، كيفاش يعني ممكن، كما ممكن أن يتقبلوا، كيف ممكن يقبلوا أنه الانتخابات هذه تكون نزيهة؟ وهذا مش من عند قناة المغاربية، هو على مواقع التواصل موجود. عمر شفت معانا الصورة؟
نعم نعم انا وشاهد الصوره. نعم انا وشاهد الصوره. طيب من هذا العمل كثير الكثير الكثير على موقع التواصل، فيديوهات، مقابلات للقديم للجديد، المواقف الناس، يعني مرات يعملوا سكتشات على تصريحات الناس اللي في السلطه، عمل فعلا يستدعي جهد ووقت يعني وذكاء. تفضل. نعم. عامر. نعم نعم عمر. صحيفة الوطن كتبت على صفحتها الأولى الحراك واجب وطني، كيف تشرح لنا ممكن أن يكون الحراك واجب وطني في هذا الحال؟ نعم، قبل إجابة السؤال، هناك ثورة سلمية كبيرة جدا بين الذباب والذباب، والبارحة سمعت قناة المغاربية بن شنوف يقول بأن هنا من الذباب، توصل جريدة أمريكية قالت بأن هذا الذباب أصله البلدان هي مصر والإمارات، الذين الآلاف آلاف من هؤلاء الذباب في عبر الفيسبوك وعبر الإنترنت يطلقون حملات ضد بعض الشخصيات السياسية. إذا هناك حرب سلمية كبيرة جدا بين الترسانة الإعلامية والعصابة التي سميت بالعصابة الإعلامية ضد النشطاء وضد السياسيين النزهاء، وإذا هناك حرب في الفيسبوك وحرب في اليوتيوب. إذا هناك فيديوهات مؤشرات أيضا قاطعة بأن هنا هؤلاء الرجال الذين كانوا يطبلون العودة الخامسة لبوتفليقة هم نفسهم هم الآن الذين في لجنة الحوار، لما يسمى بلجنة الحوار لكريم يونس. وهم الذين يطبلون للقيد صالح. طيب هذا القيد صالح ملائكته خفاف علينا إن شاء الله، وهو صار يهدد في القنوات المشبوهة أو على الأقل يعني شدد في اللهجة على القنوات المشبوهة والأقلام المأجورة، وربما هو يقصد القنوات اللي في الجزائر لأنها هي اللي مش تقول في الحقيقة، ربما هو يقصد الأقلام اللي مش توصل الحقيقة للشعب الجزائري، وهذه هي القنوات الأقلام المرتزقة والقنوات المشبوهة هي اللي ما تعملش خدمتها. وهل كان ممكن أن يكون في موقف أحسن من هذا في بداية الحراك ويخلي الانفتاح ويخلي الشعب اسمح لي عامر يخلي يشرف على تغيير النظام هكذا، ويكون هو سيد القوم، وتقعد القيادة بقدرها وتقعد مكانتها وبسلطتها وبامتيازاتها، وواحد ما يحوس عليها وتتغير الأمور. وكان قبل مبادرة بوشاشي، قبل مبادرة أحمد طالب الإبراهيمي، الناس اللي تثق فيها الشعب يعني، ومشت الأمور هكذا سلسة ودخل هو التاريخ ما شاء الله، والناس لما تحكي عليه تقول يرحم والديه. هل كان ما الذي كان يمنعه أن يمشي في هذا المسار هذا؟ أولا خليني نقول لك بكل صراحة، صحات القنوات، قنوات المغاربية، هو يقصد قناة المغاربية وبربر تلفزيون، خليني نقول لك بيانات القنوات ما نقولوش راهي تقول الحقيقه، ما نقولوش راهي تقول الحقيقه، راهي تنقل ما يقوله شعب الجزائر بكل بساطه. هذه القنوات هي تنقل اصوات الجزائريين. اذا كيف 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 نقول بان هذه القنوات تتم اللي اون تران داتاكي اسيشان اسيشان اون لوكورونس لا بربر تلفزيون اي المغاربيه سيشان كي تي اون تران دو ترونسبورتي لا فوا ديز الجيريا ديز الجيريان. هذه من جهه اخرى فيما يخص القايد صالح، انا لست في صدد قراءه نفسيه للقايد صالح. اولا قلت لك بان الشعب الجزائري اذكى من القايد صالح، وما توصله الشعب الجزائري القايد صالح متاخر عن فكر الشعب الجزائري. اذا الشعب الجزائري الان يجب ان لا اون با ديراي لو فري ديبا، اذا لو فري ديبا سوني با القايد صالح. اذا يريدون ان ندخل في 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 في, في صراع مع القايد صالح، نحن في صراع مع كل المنظومه الفاسده في الجزائر. القايد صالح هو رجل صح، هو الناطق الرسمي الان، هو الذي يتكلم اكثر من 15 خطاب في الثاكنه العسكريه، عكس رئيس ما يسمى برئيس الدوله بن صالح الذي له 3 أو 4 خطابات. هذا ايضا مؤشر اخر على ان الانتخابات ستكون مزوره. هذه الواجهه بن صالح التي هي الواجهه السياسيه 3 خطابات مقابل 14 خطاب للقايد صالح، ايضا هذا فيه قراءه قانونيه وقراءه
الاراء السياسيه لاصحاب اصحاب اصحاب لي جون كي سون دون دون لو فري لو فري ديبا يتساءلون لماذا القائد صرح في كل ما يقوم بخطاب في ساكنات العسكريه. هذه من جهه. اذا الشعب الجزائري هو الذي يكون فيه كل التبجيد وكل احترام وكل تقدير هو الشعب الجزائري. اذا ماذا يفعل القائد صرح؟ الشعب الجزائري هو الذي طالب بالمحاكمه، الشعب الجزائري هو الذي طالب باقتلاع جذور العصابه. اذا ليس القائد صالح الذي سيدخل تاريخ الشعب الجزائري، سيدخل تاريخ منذ 22 فبراير الشعب الجزائري بكل سلميه ادهش العالم وابهر الكثير من السياسيين في العالم. وما قاله الصحفي في قناه الفرنسيه المعروف بان لو كانت يمكن ان نعطي لو بريد نوبل، جائزه نوبل اعطيناها للشعب الجزائري. اذا هناك مؤشرات بان الشعب الجزائري يريد بناء دوله القانون ودوله الحق، وهذه المنظومه الفاسده التي يتراسها القائد صالح يريدون ان يؤسسوا الى دوره اخرى او اخرى، دوله عسكريه، دوله ستكون بعد سنوات ايضا سنعيش نفس السيناريو الذي عشناه مع بوتفليقه. اذا نحن في صراع سياسي، صراع سلمي، الشعب الجزائري هو في صراع سلمي مع هذه العصابه. اذا ليس القيصر هو الذي سيدخل التاريخ، الشعب الجزائري هو سيدخل التاريخ، لان الشعب الجزائري هو الذي طالب بمحاكمه هؤلاء اوجه الفساد، لان الشعب الجزائري هو الذي خرج في شهر رمضان وخرج في الشهر فيه درجه الحراره فقط 40 بكل سلميه، رجال، نساء، اطفال، شيوخ، دكاتره، كل فئات المجتمع الجزائري يريدون ببناء دوله ديمقراطيه، دوله مدنيه وليست بدوله عسكريه. اذا لهذا السبب بات الحراك واجب وطني على الطلبه عامر؟ نعم، إذن الحراك هو واجب وطني، لأن الحراك سيتواصل، هذه مناورات وهذه الأوراق كما حرقنا أوراق الأوراق قبل كريم يونس، هناك أوراق استعملت، تم حرق هذه الأوراق بكل سلمية وبكل ذكاء، إذن هذه ورقة الانتخابات أيضا ستحرق، الشعب الجزائري لن يصوت، وأنا في ظني كمواطن بسيط وكمدرس وكناشط حقوقي وأيضا أخرج كل يوم الثلاثاء والجمعة في هذه المسيرات، اظن بان الانتخابات لن تجرى في الانتخابات، لان هم يعيشون في وهم. الشعب الجزائري هو رافض للانتخابات، وكانهم يعيشون في كوكب اخر. يوم الجمعه الملايين من الجزائريين في كل ولايات يرفضون هذه الانتخابات، يوم الثلاثاء الطلبه الالاف من الطلبه يخرجون للانتخابات. والشعب ننهي معك النقاش استاذ عامر بصفحه الوطن، تعبئه الطلاب كل ثلاثاء هي واجب وطني، وطلاب بند مع قيادة الأركان، الشعب هو السيد، أحب من أحب وكره من كره. شكرا لك عمر. عمر كف مدرس وناشط حقوقي نقابي حدثتنا من بني ورتلان، شكرا لك، بارك الله فيك. إذا نذهب إلى فصل إلى باريس، نستمع إلى كلمة سيدة من هناك ونعود لنفتح الخطوط ونرحب بمشاركاتكم. معنا لي شايده كاع لي جينيرو عندها دوسيات عليهم، عندها الدراهم اللي سرقوهم راه مهنا، ولادهم راه مهنا، فاميلتهم راه مهنا، تما هي اللي راهي تحمي فيهم. شوف خويا، عندك 108 جينيرو كاع الجزائر فتحت هنا، عندك 50,000 او كادر كاع الجزائر هم هنا غوتريتي داكور، لي كادر واش عندهم؟ لي مينيست، لي اكس 400 مينيست، اكس مينيست راهم هنا، علاه؟ علاه كوم ان ديبوتي جزائري ينجم يدي لا ناسيوناليتي فرونسيز ويدي ان اشالام ويعطيو له لي ريساو؟ علاه؟ والقانون اللي داروه باش يحميو والقانون اللي داروه في 2012 باش يحميو، علاه؟ باش يقولوا لهم ميرسي فوزافي ليسي Les lois françaises en Algérie, rien n'a été changé. Il faut le dire aujourd'hui. Rien. Jazeera, mais elle a dit Misha, la loi française. Arbour Bark, Adam Eken. Où est-ce qu'on est les jeunes? Les jeunes, mais ils pêchent le Hirak. Mais ils pêchent le Hirak. Le Hirak, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. النظام العسكري يسقط والحركه اللي راهم يسيروا في البلاد غير روحوا تروحوا، السراقين تتحاسبوا يطول الزمن ولا يقصر بن طلحه مجرمين الوغ سا اللي عنده يدو خامج في الدم يسحق لا جيوتين قبالة
من عند الشعب. كريم كونت ليمانيتي، كريم كونت ليمانيتي. واحد اللي قتل 400 جزائري في ليله واحده، واش ديري له هذا؟ انا نعطيه الاعدام ديريكت، نحفر له حفره في ساحه الشهداء ويضربوه بالحجر، وجميع من سارق نقصوا له يديه، يرجع هانديكابي ويشوف اسك 400 الف يكفيهم لي زانديكابي في الشهر، فهمتني خويا؟ ويشوف هما يديو دي غيتخيت وسوني، واللي خدم 40 عام و 45 عام يعطيوه 1,200,000. يفوك لي غوفواغ لي غوتخيت، لي غوتخيت في المعيشة اكتويل تاع الجزائر، يفوك ان غوتخيتي 5,000,000 دون لو موا. هذا مينيموم. لو سميك الجيريان يلزم يطلعوه، ان سميك با موان 4,000,000 بالسيف عليهم، بالسيف عليهم. ما نخليوش الشعب للشر والعراء ويخمم، وحنا عندنا خير. خيرنا وين راح؟ كيف فرنسا الي لا سيزيام، ما عندهاش لي مين يا جماعه، الي لا سيزيام كلاسي او موند، عندها بترول، ما عندها لا بترول، عندها الغاز، ما كانش. كيفاش ولات عندها الذهب؟ ما كانش. كيفاش ولات هكذا؟ الي سيزيام او موند كلاسي في لي ريزيرف تاع الذهب. منين؟ 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 باش يفهم الشعب. بالهوكار خلاص، من الكازر تاع قايد صالح في الهوكار خلاص. واليوم كي جبت شنقريحه، شنقريحه وعنده لي مين دوغ، هذاك كريمينال، هذاك مدام، هذاك هو اللي كان حاكم باليسترو، كان حاكم. يعطيك الصحه. حنا نقولوا له القايد روح نظف الجيش تاعك الخامج، حاشا المؤسسه العسكريه، روح نظفوه، روح 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 برك روح، خطينا عفنا، ما تنجم الناس. رانا 44,000,000 شعب جزائري متحزم، ها متحزمين. انت عندك الجيش في الكازيرنا وحنا الجيش في السيفيل، ندافعوا على بلادنا جيسكا لا ديرنيير كود دو نوت سون، سلميه سلميه. هذاك هو السلاح اللي قتلهم. احنا سلميه سلميه، ونحيوكم نحيوكم افيك اوناد، اوناد انترناسيونال. يلزم من دام من دام يا اخو خويا، والدول هادو اللي راهم يقولوا حنا اوني دي زامي د لالجيري، دوك لازم يورينا باللي اي سون لي زامي د لالجيري وراهم. ومن دام قالوا باللي لو بوبل الجيريان ميريت لو بري نوبل دو لا بي، ياك قالوا لو بري نوبل دو لا بي اون لو دون ان 2019 او بوبل الجيريان، على جات سلميه سلميه. دونك اليوم وراهم وراهم هاد الناس. انا هنا ونخرجوا ان شاء الله الجمعيه هذه اللي تروح اي اوغا دي زيلو دي ريبريزونطون ان شاء الله. اذا مشاهدي الكرام، كانت هذه هي كلمه لسيده من باريس. طبعا نتحفظ على كل التهم او الكلام الذي صادر الذي غير موثق بدلائل، نتحفظ عليه، هو العهده على اصحابه. ونستقبل مكالمه ام ريان من الجزائر. السلام عليكم. اهلا وسهلا ام ريان. سلام ورحمه الله، تفضلي. وعيشك الله يسعد لك اختي. انا عندي سؤال بقي لقايد صالح. نقول له يا قايد صالح، لو كان ما نضجش الثورات 2020، اين هاد الجزائر اليوم؟ والله العظيم ما نقدر نقولها له. حبيت نقول له يا سيدي الكريم، احشم احشموا كل شيء، الواجهه تاعكم طاحت راحت، الشعب كاع فاق، انا في الشارع والباحه تفاني بحها، ما كاش الناس. والله العظيم الواحد قلت مع واحد البارح كيما الفطران، انا جايه للدار، قال لي يا الحاجه تاكم تقولوا الكارت الشفاء لقايد صالح، واش معناتها؟ قلت له ما طلعتش الفوق وقلتها. لا جاي تقولها لي انايا، يعني انا حاجه بك نقولها للشعب الجزائري. يا الشعب الجزائري، ما تكونش غافل، نهار الجمعه ان شاء الله صوم عامي، ما كانش الهضره، باسكو الجواب نهار الجمعه هو يعني اساسي، جاب لي ربي هذه الجمعه الجواب يكون اساسي كاع تاع الحرك كاع 22 باليوم. نهار الجمعه ما فيهاش هضره. ونقول للرجال، خاصة الرجال اللي عندهم النساء وعندهم، نقول له يا رجال هذا الحراك اللي ما عاش هذا الحراك ما يزيدش يعيش، خرجوا نساكم. كاين بزاف يقول لك انا ما خرجش نساني، ما خرجش مرتي، كاين والله العظيم والله العظيم غير تمشي بكل حرية بكل يعني شفافية وكل يعني اللي ما عاش. نقول لك الحراك تاع الجزائر ماهوش جزائري،
وانا ما عندي ضد حماس بحتى واحد. ولكن تتاكد تتهمي فيا ام ريان؟ انا نو قلت كلام حتى واحد. ام ريان ما كانتش عندنا الفرصه ننزلوا للجزائر ونمشوا في الحراك وكيفاش كتسمى تتهمي فينا؟ احنا ماناش جزائريين. لا ماشي انتوما انتوما راكم مجاهدين على كل حال. تعيش مجاهد خارج. انا المغاربية عن سنين وانا نتبع فيها. انا حاجه بك اللي نقولها يا الشعب، نهار الجمعه ان شاء الله، الموعد نهار الجمعه ان شاء الله، ذكور اناث نساء عجائز رجال، يا ودي لازم شوف لازم جواب نهار الجمعه، لخاطر هالجمعه جاب لي ربي انايا جواب. يعني ما كاش يعني ما كاش مفر، نهار الجمعه لازم نكونوا بقوه ان شاء الله. ونشكر بزاف ونتمنى الشفاء العاجل عاجل لاخونا المحامي صالح دبوس. شكرا ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم مريان، نهارك سعيد، بارك الله فيك، اشكرك. معنا علي من الجزائر. علي الو، اهلا وسهلا علي، تفضل. بارك الله فيك والسلام عليكم. السلام ورحمه الله. اختي حبيت عندي واحد ثلاث نقاط حبيت نهضر عليهم برك. تفضل. اختي على هذوك اللي وريتوهم قبيله في التلفزيون اللي جوزوه القناه، هذوما الحركه هذوما اللي جوزوهم، هذوك كاين اللي يشراو بدراهم وكاين الجبناء سما واحد. لا علي في الحقيقه هو ما قص الرقبه، هو ممكن يقول لكم واش رايك في الانتخابات؟ يقول الانتخابات ناس كل تحوس على الانتخابات، الانتخابات رئيس حكومه تترتب الامور، الناس تتهنى، هذا مطلب يعني عادي ايجابي. هو لكن كما قالوا كلمة حق أريد بها باطل، هو الترويج للانتخابات المقصود منه. ولكن الناس اللي كانت تحكي ناس على نيتها، تقدر تكون على نيتها ما هي مشرية ولا شيء، ولكن مقص الرقابة شد ويلو للمصلين هقطعها. نعم نعم الاخت بصح ما رانيش موافق معاك، باسكو بالجزائر حنا الشعب مانيش موافقك كاع، رانا نحوسوا على الانتخابات صح، مي بصح هذوك اللي هضروا علاش قلت لك انا هكذا؟ باسكو السبيطار والداوي ما عندهاش، واش يتعشى ما عندوش، الشر كلاه باسكو على باله الحق وراه وفي قلبه راه عارف الحق، على بالي راني نقول لك هكذا. ثانيا نهضر على هذوك، دوك نهضر على الدوله هذه اختي، هذا استعمار، الشعب الجزائري ما يفهم لي هذا استعمار، هذو ما يفهموش، هذه تاع كل جمعه نخرجوا كل جمعه سيفيني، هذو داروا الانتخابات داروا واش يحبوا، حنا مازال نخرجوا غير بالجمعه. انا نقول الشعب الجزائري لو كان دوك ما نواجهوهمش، لو كان ما نواجهوهمش، لو كان ما نطردوهمش، دوك سلميه بري نوبل، انا واش دخلني في سلميه ومدلي بري نوبل، انا يهمني وليدي ولافينير تاع بلادي وحياتي انايا، انا غدوه كي الجزائر تطلع بها يولي هما يضربونا شيتا، انا واش دخلني يهضر عليا بالخير، انا يهمني بلادي. دوك انا يروحوا الانتخابات في وجه يدوها ويديروا هاد الشيء كاع، وحنا مازال نخرجوا غير بالجمعه. هذا دل هذا ربي ما يحبهاش هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان سلمي وبعد كي شافهم ما يفهموش ربي خلاص، قالوا تقدر تدافع على روحك وتجيب حقك، حنا مازال نخرجوا غير بالجمعه. باش نديروا عصيان مدني جينيرال وروحوا نغرقوا عليهم في المكاتب تاعهم ونريحوا برا 24 حتى يروحوا، مازال نخرجوا غير بالجمعه، هذه ما تكفيش اختي، وهذا اش حبيت نقول. معليش ان شاء الله ان شاء الله يكون يعني كل خطوه تكون مدروسه وديما سلميه وديما للاحسن، وان شاء الله يكون غير الخير. علي معنا نور الدين من الجزائر. السلام عليكم استاذه كريمه. اهلا وسهلا استاذ نور الدين، كيف حالك؟ والله لا باس. تفضل. هضرتي على الخروج، انتم ماكمش تخرجوا، نقول لك المغاربيه راهي في فم المدفع، راهي في فم المدفع، نقولوا صوت صوت الجزائر، يكفيكم هذا الشرف هذا. اما نقول لك راكي قلتي على هذيك المراه اللي تحدثت على، قلتي تحفظوا على معلومات بدون دلائل. نقول لك كلمه، لا يصح شيئا في الاذهان اذا كان طلوع النهار يحتاج الى برهان. استاذ هذا يا قايد صالح، هذا راه يقول لك راه وزير راه يكتب متقى نائب وزير الدفاع، نائب رئيس الفساد، مش شكون كان وزير الدفاع؟ بوتفليقه هو وزير الدفاع. طيب. هو وزير الدفاع، دوك هذا نائب رئيس الدفاع. طيب نور الدين خلينا نتقدموا شويه في النقاش وقول لي نور الدين، طيب هذا النائب رئيس الدفاع اللي تحكي عليه راه قال لكم انتخابات احب من احب وكره من كره، والانتخابات التعديلات اليوم راه تفوت على البرلمان وكما يقولوا عنا وكيفاه باب الراي. صح دوك حبيتي تقولي لي باللي راه يشوف الشعب الجزائري طولي بارشوك، هذا البارشوك تاع المدني طاح، راه يحوس يخدم بارشوك، فهمتي؟ الشعب الجزائري عمره ما يكون طولي، فهمتي؟ يقعد هكذاك بلا بارشوك
يموت هكذا يخلص هكذا. وعندك الحاجه الخطر الثاني اللي يعرفوا السياسيين انه لا 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 يحق لاي احد بالوجود في العرف الجزائري ان يعين تعيينين اثنين قائد الاركان ووزير دفاع. هذه في عالم الوطواط ما صراتش، فهمتي؟ هذا راهو حاكم عسكري بالقوه وبالسلاح ويدعي الى انتخابات. هذه شوف يقول لك كاين مالك بن نبي يقول لك قابليه الاستعمار، هذا ما راكي تشوفي فيه. هاد الناس اللي راهم يناديو الانتخابات هادو من قابليه الاستعمار. اما محمد اما مولود قاسم نايف بن قاسم الوزير السابق الامازيغي يقول لك قابليه استحمار. هاد الشهاده مال رامي تقولوا هادو من قبل. لا ما نحكوش على الناس، كل واحد رايه في النهايه. نور الدين نور الدين كل واحد في رايه في النهايه. خليني برك نكمل هاي، ما الناس بصح الناس تنتظر نور الدين. دقيقه بس الاخراني تفضل. اما هذا جاي صالح ولا اللي راهم فارضين روحهم على الجزائر، نعطيك نظريه جديده. هادو قابليه الاستبغاء. طيب خليك منتبه يا نور الدين، خليك منتبه لوحد النقطة، خليك منتبه لوحد النقطة. مشكلتنا ماهوش المواطنين اللي واش يقولوا آرائهم، كل واحد حر. خليك منتبه أن هذه النقطة بالذات، الانتخابات هذه هي نقطة بالذات كاين اللي يشوفها هي بروحها محاولة لتفريق الحراك. يعني ناس انتم واش تحوسوا على الانتخابات؟ خلونا نتهنى. وناس تقول لك لا احنا للتغيير الجذري، وتدخل الناس في بعضها. خليك متفطن انه هذه ماهيش من مصلحه الحراك انه ناس الحراك ولا الشعب الجزائري يختلف على اي نروح الانتخابات ولا ما نروحوش. طيب نور الدين، التغطيه تاعنا متواصله ومفتوحه حتى 11 بالليل، وانا انا متيقنه انك قاعد قدام ستاندارد. عاود عيط. شكرا لك نور الدين. كمال من فرنسا سكايب. اختوري يا واش راكي لاباس؟ بخير سي كمال، تفضل. اهلا وسهلا بك. انا حبيت نقول لك سامبلومون والله العظيم انا تمنيت نقصوا بزاف في باريس لي مانيفيستون كل حد، وانا حبيت هذيك لا مانيفيستاسيون تاع نهار الاحد تكون من ريبوبليك الناسيون ماشي من ريبوبليك ستالينغراد، يعني رايي الخاص. انا حبيت نقول لا لكن كان في ظرف كمال، كان في ظرف العطل، كاين اوت، كاين الجاليه تهبط تروح، اللي يمشي للجزائر واللي يمشي مكان ثاني، واللي ظروف كان ظروف العطله والدخول المدرسي والناس تحط اولادها في المدارس واللي يعني كان ظروف الصيف كاينه. صح يا دكتوري، انا حبيت نتكلم لك على هذوك اللي شفناهم في القنوات الجزائريه. هاد الناس انا ما نجمعش الناس، كاين ولكن كاين اللي يستعملوا الحراك نوفمبر يخرجوه لنا الحراك تاع الكاشير جديد. سيك هاد الناس هادو ما تعرفي واش هم يديروا، سيك هم يستعملوا هاد الشيء كيما كل الحيوانات هذوك التاتا، يبدل النهار مع مع الواقفين، اللي يكون واقف يكونوا معاه. لا اللي كنا نشوفوا فيهم هم مواطنين بسطاء، وربما مره بيعملوا الحركات يجيبوا واحد كيما يعملوا شباب الفيسبوك، يكشفوا الشخصيات يشوفوه هنا ويجيبوه هنا وبدل الفيستا. صحيح كاينه منها مرات، ولكن هذو ناس بسطاء وربما قطعوا لهم الحديث، بس هذا مش موضوعنا. موضوعنا الانتخابات، حب من حب وكره من كره. الحركة الطلابي قال للقايد صالح، رد عليه بنفس العبارة تاعه، الشعب هو السيد، حب من أحب وكره من كره. هل ستنتخب؟ يا دكتورية هاد الناس يحوسوا المصالح. ألو، هل ستنتخب يا كمال؟ خليك معنا ستريت فورورد، يعني مباشر كلامك. هل ستنتخب ولا لا؟ أنا ننتخب لو كان يغيروا القوانين. ديجا يروح هاد البدوي اللي كان في النظام طيب. تاع القادم، وكون انتخابات يعني شفافة وحرة. أنا ما نقول لك والله هاك أنت بالذاتك مع تغيير الفيزيبلة، هاك تحاول يبدلوا لك الفيزيبلة تاع بدوي ويلا ولا لا؟ اي مين ديجا راح يتنحى على حسب معلومات بدوي وراح يتنحى هاد الايام. هل مشكله الحراك صارت بدوي؟ الحراك طالب بدوي هذا الباءات هذه في اول اسابيع، الان خلاص الفيزيبلات الباءات انتهت ماتت. احنا واش خايفين يا طوريه؟ احنا كشو نكونوا خايفين يكون بريزيدو مترشح هذا القادم هذا، يا يعني كنت توجور العسكريه اللي تحكم يلي تقوم. طيب ممتاز، يعني انت خايف ومش متاكد وما عندكش ثقه في ما يقال او ما يصدر عن الامر الواقع. اشكرك يا كمال من فرنسا، عندك سكايب ممكن تعاود في اي فرصه. عبد المجيد، عمر السلام عليكم.
اهلا وسهلا عمر، تفضل. يا اختي مساء الخير. مساء النور، تفضل. يا اختي بين ما كانش الفوطة يرحم بابك، واحنا في الهم نكبر كيف فوطي وهذا قال كذا لا ينسى وينسى الفوطة هذا يرحم بابك والله يرحم الشيء يقول عزوز انتي الصحابية تعطري بهم المليان وش كان تعطي المراضين. انا نقول لك هدرة، شوفي شيء، انا عندي اخويا يوقع ربي يرحمه وقسيمه بالله عقل كبنت يجيبه ما كانش يرحم بابك، احنا مرهونين مش بيكا هو يعلم انا ربي. يا اختي تبي تسمعي فيا ولا راح؟ انا نسمع فيك، نسمع فيك، سمعتك مليح عمر. لان احنا نهضروا في كلمة الحق وهو يكتبها لنا ربي حسنات وما نحتاج والو هو يعلم بينا ربي وما راح ياكلونا هذا يرحم بابك. انا كوني عزمي انا كوني خيروني، انا نهضر على روحي كوني خيروني تبنى الدنيا ولا تقضي انكم تبنى الدنيا لو يعلم بينا ربي وش بيك هذا لا لا وش يكون ما يكونش الفوت وما يكونش الفوت الزاي وش تكون انت نحي رحصان مع العباد يا الله ترى نحي رحصان اذا انت تحي وتقتل اروح مرعب لديك تراش انا ربي هو خش احنا مستعمرين هنا مستعمرين الجدرمية لا بوليس الله لا يرحمهم. لكن تسمعني يا اختي؟ والله سمعتك مليح يا عمر، سمعتك مليح. ربي يسكركم واسمحوا لي ايش ما خرجت معاكم اسمعي. تفضل يا عمر، اهلا وسهلا بك عمر، اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك. عمر حدثنا من ام البواقي. معنا ناخذ عبد المجيد ولا عميروش؟ عبد المجيد، ناخذ عبد المجيد من الجزائر. السلام عليكم. تيزي وزو، اهلا وسهلا عبد المجيد، تفضل. السلام عليكم. تفضل تفضل رجاء تفضل. والله والله يعني انتخابات من انتخابات المنظومه كاع فاسده والرئيس تاعهم هو قيد صالح. قيد صالح مستحيل من المستحيل يديرنا راجل في الرئاسه وحنا حبينا راجل في الرئاسه. راهو على خطى تاع الشاف تاعو القديم على خطى تاع قيد صالح. الفرق بين هذاك الوقت ودركا إلا راهو طامع رايحين نرفدوا السلاح ونطلعوا الجبال راهو غلط. والله ما نطلعوا الجبال والله ما نرفدوا السلاح غير نريحوا كل جمعة وكل ثلاثة نخرجوا ونقولوا دولة مدنية ماشي عسكرية. لا قايد صالح شوف جماعتك اللي راهي معاك هم فاسدين هم كيما بالقصير سراقين وخداعين. دير حاجة مليحة لهاد البلاد خليك من 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 الاخر متخربيش خليك من الامارات وفرنسا. هذا الشعب هذا راهو يهدر. شكرا شكرا لك عبد المجيد. ها انا فهمت عليك يعني عبد المجيد من تيزي وزو حدثنا. هذا كان مداخلته. عندنا كمال او عميروش. معنا عميروش من لندن، تفضل عميروش. السلام عليكم. طفت اهلا وسهلا كاع المشاهدين تاع المغاربيه. تفضل عميروش. داخل وفي الخارج وبلا ما نخرج من الموضوع يعني حبيتنا في السياق تاع الحديث تاع الانتخابات رايت يعني البيان الاخير تاع المؤسسه العسكريه يقول لك يعني الناس هذو ينتقدوا في الناس اللي يخرجوا كل اسبوع اللي راهم حابين يروحوا لفراغ دستوري لانهم يطالبون بمرحله انتقاليه و و و يعني هذا كلمة حق يضع بها باطل لأنه أنا رأيي الشخصي يجب الذهاب للانتخابات ويعني يعني نتوجس مع المرحلة الانتقالية لفرق دستوري بحد ذاته يعني لأنه الفرق دستوري سوف ممكن الناس يكونوا نزاع ما بين الديمقراطيين والعلمانيين والإسلاميين فيما يخص الميراث وحقوق المرأة والزواج والطلاق. لهذا يجب هذا هو هذه المواضيع اللي حيرتك بالله عليك بالله عليك عميروش هذه المواضيع اللي محيرتك انت يا الطلاق والزواج والمرأة والبتاع هذا هو واش حبيت نفهمك انه كلمه لا لا هذه مش هذه المواضيع اللي حيرتني. طيب يعني يجب الذهاب للانتخابات ولكن الذهاب للانتخابات ويجي رئيس شرعي ورئيس شرعي هو يدير ورشات ويعمل هذا ويعدل الدستور ولكن مش مع هاد الناس. يجب الانتخابات بناس نزهاء ويعني تروح كل منظومه الفساد ويجوا ناس نزهاء هما اللي نصبوا الرئيس رئيس المنتخب شرعيا بنزاهه وبشفافيه من عند الشعب ماشي من عند نفس العصابه اللي تبنى نفس
تبدلنا يعني رئيس كادر الاشخاص تجيبوا لناش واحد اخرين، ولكن نفس العقليه ونفس الحكم العسكري يبقى. لازم المؤسسه العسكريه تفهم بانه الشعب راه يخرج كل اسبوع للتغيير الحقيقي والجذري، والحكم يعاود يرجع للشعب، دوله مدنيه ماشي عسكريه. هذا هو الحديث. ممتاز ممتاز. بدون اي اخطار، لانه رحنا ممكن نروح المرحله الانتقاليه، ممكن يكون يسمى كما مصر ولا بعض البلدان، ولهذا يجب يجي رئيس منتخب ولكن بناس نزهاء، مش بهذا كريم يونس، ولا حتى يكون جاي صالح يضعوه للحبس. الناس سوف تخرج كل اسبوع لحكم مدني ليطالب به منذ. طيب، هذه نظرتك للامور عميروش. انا اشكرك جزيل الشكر، حدثتنا من لندن. معنا صادق من عنبة. صادق صادق، اهلا وسهلا بك. طيب خليني اسالك مدام من عنبة، كيف شعورك وبهاء الدين طليبة كبش الفداء الجديد او كبش فداء تاخين تاع القايد صالح كما يتداول على مواقع التواصل؟ يا سيدتي، المشكل الجزائر لا يكمن في سجن عدلان ولا عدلان. مشكل الجزائري على الشعب أن يكون مسؤول على كل ما يختاره، ولهذا فقد يكون عملية كما يقولوا سيتان تريك بوليسي دوكيبي لا بوبيلاسيون. ليسونسيال إلي أيور، ليسونسيال سي كان إيطات دو دروا. Il y a un état de droit dans lequel le citoyen, ou est-ce que je marque le terrain, il compte le canon, neuf le marque. Voilà, il y a une halle à la halle, 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 il y a une halle à la halle. ما يجيش واحد قدوة يشكي يقول ما نجمش نداوي في السبيطار وما نجمش نقري ولدي ولا نسيت شوي. لا ميديوكريتي الا اوكيبي الجزائر دوبوي بيان دي ديسيني. باركتنا الرداء. شكرا لك الصادق، شكرا لك. كلمتك مليحه كثير، اختمت بها بركات من الرداء. اشبعنا الشعب الجزائري، شبع من الرداء ومنتوج الرداء وعوق بالرداء عليه. معنا علي من الجزائر. عبد الله من الجزائر. السلام عليكم الأخت. أهلا وسهلا الأخ. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الله. ونحيي جميع المرضين الأحرار. شكرا لك، حييك ربي. أنا في الدول العربية والإسلامية عامة. أولا الأخت، حبيت نحكي على الشياطين الجدد لما يشيطوا دوكا القايد صالح. لا والله رجاء، والله رجاء اللي يشيط براحته، كل واحد ورأيه، كل واحد وقناعته، كل واحد وظروفه. بصح خلينا نحكوا في النقطة. أرجى لا يعني نقع في فخ التفرقة بين الناس، بين المواطنين، وقد التأم الشعب الجزائري في هذا الحراك. هذا فخ الانتخابات، تنتخبوا ولا لا، راهو فخ. على الشعور ديالي وصايب. تفضل. قلت لك حبيت نعبر على هذوما الاعلاميين ثاني المرتزقه جدد، لا ما يوروناش كاع الحقيقه في التلفزيون، هما خدمتهم يوصلوا الحقيقه للشعب الجزائري. لماذا لا يوصلوا الحقيقه؟ هذوما وشياطين جدد انا نسميهم مرتزقه. لا خاطرش على جا الامتيازات لم يدوها من عند الدوله وكذا، ماهمش خوشي حابين يكيتيو المناصب ديالهم، ثم يزيدوا يشيتوا باش يدوا اكثر. وحبيت نقول للشعب الجزائري، ايها الشعب الجزائري، هل تريد ان تكون فاعلا او تكون مفعول بك؟ هذه هي النقطه، والسلام عليكم. شكرا لك، بارك الله فيك. عبد الله، معنا مراد من الجزائر. نهضر على هيئه هذا كريم يونس، هذه الهيئة هي للتشويش فقط، ونحن لسنا أغبياء كي نقع في الفخ، لأنه وراه مخرجات هيئة بن صالح في 2011، وراه مخرجات هيئة ويحيى في 2014، باش نصدق هيئة كريم يونس في 2019. كريم يونس هذا هو محسوب على نظام الإرهاب، لأنه كان تابع لجناح العماري في 2004، واليوم استرجعه القايد صالح وأصبح محسوب على نظام الكوكايين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما القايد صالح يجي ويقول لك نروح الانتخابات الرئاسية، أحب من أحب وكره من كره، إذا كان هذا الشخص يتحدث إلى الشعب بهذه الطريقة، فما بالك كيف يتحدث مع مرؤوسيه في الجيش. نحن في الحراك
ليس لدينا من يمثلنا ولن يكون لدينا من يمثلنا. الشعب قال كلمته، نحن نرفض انتخابات رئاسية ونقبل أن نبقى بدون رئيس لمدة سنة أو سنتين، أفضل من أن يعين لنا رئيس من أبو ظبي أو من باريس يبقى. لا هذا ايش الكلام تاع ابو ظبي؟ هل ابو ظبي هالاماره الصغيره اللي ولدت امبارح في عمري؟ يعني ممكن هي بعمري فقط، يعني انا وياها تراب الاماره هذه، يعني تقارنها تحطها في مقام انها تكون رئيس؟ لا لا لا، هذا اعرف انك لا تقصد، ولكن اعتقد انه ينقص من مقام الجزائر. الجزائر راهي تاريخ كبير. لا الأخت، أنا أقصد ذلك لأنه للأسف هذه هي الحقائق، فالإمارات اليوم أصبحت الدولة النافذة. لا لا أنا أتحاشى، أرجوك أنا أتحاشى الحديث في هذا الكلام، لأنه كلام يخص دلائل، يكون مسنود بدلائل وكلام مش من مقام الجزائريين تاريخ كبير. نعم يعني ما يتقارنش بالإمارات رجاء، والله نعم. خلونا من هذا الكلام، خلونا في أكبر بكثير. طبعا أكبر بكثير من كل دول الخليج، لكن هذه حقائق. طيب. لأن الإمارات لا الحقيقة يسندها الدليل الدكتاتورية، الحقيقة يسندها الدليل. ولا نستعدي شعوبا هي شقيقة رجاء. طيب لا الأخت، أنت هناك فرق بين الشعب الإماراتي والقيادة الإماراتية. هذا زايد قال لك نحن نريد نجد حلول للجزائر، هو كان له من الأفضل أن يجد حلول لزوجته التي هربت. طيب شو كيف دخلنا في الخصوصيات؟ أشكرك جزيل الشكر مراد من الجزائر. معنا عمي صالح، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المشاهدين والمشاهدين. أهلا وسهلا عمي صالح، وش رأيك؟ منين تحكي معانا؟ ولا والشياطين نتاعهم السكارين والمنافقين اللي يسمعوا بيا يبعثوا لهم الخبر. اقول لهم ان جواب الحال من المحال. صحيح هذه حقيقه. جواب الحال من المحال. حقيقه. ثلاث حالات انسان احنا ثابتين في الوحده. صحيح. اي واش تقول عمي صالح؟ انت علاش تساند في الشباب تاع الحراك هذا؟ فهمنا، راهو نشوفوا شيوخ كبار وعاجزه ومتقدمين في السن ويخرجوا يتعافروا ويساندوا في الشباب. فهمنا علاه الجيل تاعكم هذا راهو يساند في الشباب تاع دركا باش يغير النظام. عمي صالح فقدناه. نخضر من قلمه، تفضل اخضر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ولا أختي بارك الله فيك على المغالطات نتاع الجيد صالح، على يحاول يغلط الشعب الجزائري. هل الشعب الجزائري ضد الانتخابات؟ عجب عجاب، والله عجب عجاب. واحنا أحرص شعب على الانتخابات، احنا نحرص على الانتخابات ليل النهار، لكن ليس الانتخابات نتاع العسكر. ممتاز. خيط على قد احنا ملينا. واضحه الفكره يا اختي، واضحه الفكره، جميله. شكرا اختي بارك الله فيك. والله تحياتي الناس قلمه. ومعنا معوش. أزول تحياتي لك يا اختي واصحاب السلطه والقرار في الداخل والخارج. وبعدين تحياتي لكل المواطنين والمواطنات اصحاب السلطه والقرار. ايوه انا اعرف داخل وخارج الجزائر ان شاء الله باذن الله. يلا تفكر، تفضل معوش، اهلا وسهلا. أنا باغي نعلق على انتهاء عهد التعيينات. أيوة. يعني أنا من اللي حاضرين في 99 كان الرئيس يكون الدكتور أحمد طالب اللي نحييه، وانسحبنا لأن القائد صالح والعماري زوروا لنا الانتخابات، عينوا بوتفليقة. واليوم كي نقرا مجلة الجيش انتهى عهد التعيينات، وقايد صالح يقول الانتخابات احب من احب وكره من كره، والماء والدستور اللي تغنى به المادة 7 تقول السلطة للشعب وحده لا شريك له. يعني
احنا نريد استرجاع سلطتنا وحريتنا وارض بلادنا الجزائر. لهذا اقول كل مواطن كل مواطنه معني نكون ام لا نكون. طيب معوش معوش اسمح لي، انت شحال في عمرك الله يبارك؟ شحال في عمرك؟ في عمري 58 سنه الله يبارك. طيب معوش انا كنت راح نسقسي عمي صالح، انت في رايك علاش الناس الكبيره وكاينه ناس كبيره بزاف متقدمه في السن وعواجيز وتخرج تساند في الشباب في الحراك، انت في رايك وعلاش راهم يساندوا فيهم من اجل التغيير الجذري؟ لان يعرفون ان مستقبل ابنائهم لا يكون الا بالتغيير الجذري. مستاز وانقطع الخط ومعوش قال كل شيء. الناس الكبار نشوفوا فيهم ناس كبار وعاجزة ومتقدمين في السن وبالكاد يمشوا ويساندوا في الشباب في الحراك، لأنه للسبب اللي قاله معوش أنه يحوسوا على التغيير الجذري هو فقط ليضمن مستقبل أبنائهم. طيب أشكركم جزيل الشكر. أشكر معذرة 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 معنا سليم من فرنسا ينتظر. سليم تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، تفضل سليم. الله يزيد فضلك. alors en fait ça fait ça fait plusieurs semaines j'observe et je regarde votre chaîne et la problématique hein, qui se pose aujourd'hui, nous le peuple on est dans une démarche pacifique pour un but d'une transition, de passer à autre chose. Ce que je comprends pas aujourd'hui, il y a aucun parti, aucun responsable de parti a la capacité de représenter ce peuple. Parce que ce que je constate, qu'aujourd'hui, ils sont dans une problématique de critique, de règlement de compte. Il va falloir passer à autre chose. Autre chose, c'est-à-dire, il faut une négociation, il faut oublier le passé, il va falloir vraiment de penser sur un objectif futur de développement économique et social. Et il va falloir des personnes qui représentent le peuple, mais ce n'est pas uniquement avec des paroles ou de dire je suis l'élu. هذا سليم سليم دهمنا الوقت. انت في فرنسا والخطوط مليحه وممكن عندك سكايب والفايبر وممكن تتصل علينا تعاود الاتصال. مشكله الاحزاب يعني اللي قالها وقت تناقشوا فيهم ما فيهم وعليهم ما عليهم، وحتى هم فيهم من كان ضحايا السلطه وفيهم من تآمر مع السلطه، ولكن هم مش حاضرين حتى نحكوا عليهم. وبعد المرحلة الانتقالية وتكوين الجمهورية تأسيس الجمهورية الجديدة وتصير الانتخابات بالبرامج الانتخابية، بعدين كل واحد يتبنى القاعدة الشعبية تاعه، كل واحد ياخذ حصته بكل نزاهة حس كما يصرف في البلدان الديمقراطية. أشكرك سليم جزيل الشكر، حدثنا من فرنسا. تحياتي لكم مشاهدينا، تحياتي لعمي صالح وأرجو أن يعاود الاتصال ويحكي معنا أو يترك رقمه وإحنا نتصل به. شكرا لكم جميعا. تغطية المغاربية مستمرة، الحراك الشعبي مستمر حب من أحب وأوكره. Oh,
بيتو بنزيتو البوطن سوى سوى برسو انسار تنفاسو حافظ ويسيرشو يا 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 يلتنا حفو دانا ربي شعبي وحنا ربي Yeah.